ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من جملة المجالس التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا مجلس تعليم كتاب الله تعالى وتفسير كلام الله تعالى. ولقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة